ازيكم يا جماعة، معاكم نيرد الانمي. موب سايكو الموسم الثالث واحد من اكتر الانميات المظلومة جدا من وجهة نظري. انا عارف ان الانمي مشهور والناس كتير عارفة موب سايكو وكتير بيتفرجوا عليه، ولكن انا حاسه ان هو يعني اندر ريتد قوي من الناحية القصصية الكتابية والانيميشن اللي شفناه. الموسم الثالث يا جماعة لغاية دلوقتي انا اقدر اقول ان هو افضل موسم من موب سايكو، وكمان واحد من افضل الانميات في الموسم الخريف ده ان ما كانش الافضل. ايوة انا بقولها ان ما كانش افضل انمي في الموسم ده. انا مش بقلل من تشينسو مان، مش بقلل من بليتش، ولكن اللي عرضه موب سايكو في الموسم ده مختلف جدا ومثير جدا. يمكن السبب اللي مخلي الناس مش مهتميه قوي بموب سايكو ان في ناس نوعا ما مش بتتعمق في القصه بشكل كويس، او يمكن في ناس مش بيتفرجوا على الانمي عشان الارت ستايل او الانيميشن اللي لسه لغايه دلوقتي مفكرين ان هو مستفز او انيميشن طفولي شويه. ولكن لو انت من الناس دي احب اقول لك لا طبعا اديله تجربه، حرفيا انت هتنبهر. ولكن اهم حاجه انت ركز في القصه وركز في الرسائل اللي عايز يوصلها الكاتب من خلال العمل الرهيب جدا ده. واو، احنا لغايه دلوقتي تقريبا في الحلقه السادسه اللي هي نص الانمي، نص الموسم الاخير لغايه دلوقتي ده اللي احنا عارفينه. حرفيا اسلوب كتابه وان لا يعلى عليه من اسلوبه المميز والجميل. وان هو كاتب موف سايكو وان بانش مان، دايما يقدر يطلع لنا الحكمه والرساله الجميله اللي عايز يوصلها، ولكن من خلال حاجة ابدا ما شفناهاش قبل كده، من خلال اسلوب وشخصيات وكوميديا وصراعات، حاجات ابدا ما شفناهاش في اي انمي تاني. عشان كده انا بقول موف سايكو مميز جدا وقدم لينا حاجة مميزة جدا جدا جدا. طيب في الموسم ده بقى من البداية لغاية الحلقة السادسة دلوقتي، الموضوع كله على بعضه كان بيتكلم حوالين شجرة البروكلي اللي حصلت في اخر الموسم التاني. شجرة البروكلي اللي طلعت مرة واحدة بعد قتال موب ورئيس منظمة المخلب. البروكلي دي طلعت بعد ما امتصت قوة كبيرة الانفجارية بتاعت الرئيس وبتاعت موب. شفنا بقى ان نوعا ما الناس بدأت تقدس البروكلاية دي، بدأوا يقدسوها والناس كلها بدأت تؤمن بيها، الناس كلها بدأت تحس ان نوعا ما دي بتحقق الاماني، والناس بدأت فعلا نوعا ما. في البداية الموضوع كان نوعا ما اللي هو عادي بنهزر، ده البروكلية الكبيرة اتمنى كذا ومش اتمنى كذا، ولكن شفنا بعدين ان الموضوع بقى جد جدا بعد تدخل ايكابو. طيب هو اللي خلى ايكابو يوصل للنقطة دي وانه يعوز يستغل الناس ويعوز يعمل الديانة دي عشان يكون هو الحاكم بقى الكبير وكل الكلام اللي شفناه ده؟ الموضوع بدأ في الاول من تطور شخصية موب في اول حلقتين ثلاثة، اللي هو موب في الاول كان بيبدأ يشتهر، كان بيبدأ شخصيته تتعرف، بدأ يحس بنفسه كده. ففي البداية بدأنا نشوف تغيرات في شخصية موب، وبدأنا نشوفه ان هو بدأ يتطور ويشتهر ويحس بنفسه، يبقى عنده ثقة ويكون علاقات، فبالتالي ده شيء مثير جدا. ولكن مع ذلك كنا بنعيش برضو مع موب في الاول رحلة ان هو مش عارف عايز يعمل ايه في الحياة. لغاية دلوقتي هو متخبط، مش عارف ايه طريقه، مش عارف هو عايز يكمل مع ريجن، هو مش عايز يكمل مع ريجن، مش عارف هو عايز يكمل في المدرسة، مش عارف تخصصه ايه، مش عارف هيبقى ايه في المستقبل. فكل الاوقات دي كان بيحاول يعثر على نفسه. طيب نرجع بقى لنقطة ليه ايكابو عمل اللي عمله لغاية دلوقتي. هو ببساطة عشان الحوار اللي دار ما بين موب وايكابو او ديمبل الشبح ده في البداية من بداية الموسم. شفنا ان موب كان بيسأله هو انت عايز تعمل ايه في حياتك، انت ايه هدفك؟ نوعا ما ايكابو قال ايه هدفي، انا مجرد شبح، انا مجرد روح شريرة، يعني بتسألني عن هدفي ليه؟ لكن بعدين شفنا ان ايكابو قاعد يفكر في الموضوع ده وقاعد يقول هو انا عايز اعمل ايه، انا خططي المستقبلية هتكون ايه. فشفنا على طول راح قرر ان هو يقعد فوق البروكلية دي ويمتص كل القوة الايمانية والروحانية بقى اللي بتطلع من الناس اتجاه البروكلية، يمتصها ليه هو بس، بهدف ان هو يوحد الناس، بهدف ان هو يجمع الناس كلهم وهو يكون الحاكم ويكون هو بقى الكل في الكل، انتوا عارفين يعني. اصلا حاجة زي كده دي كانت مرتبطة بشخصية ايكابو من البداية خالص، زي ما شفنا احنا في سيزون 1 اصلا ازاي اتعرفوا على بعض موب وايكابو، وايكابو كان بيعمل ايه في الاول. برضو كان بيحاول يستغل الناس وكان بيحاول يبقى هو البيج بوس وكل الكلام ده. فبالتالي الخطة بتاعته دلوقتي هي الخطة الاساسية واللي عايز، اللي هي اللاست موف او الهدف الرئيسي بتاعه. لكن مع ذلك بعد كل ده كنا شايفين ان ايكابو عمال يحاول انه يضم موب للحكم ده، بيقول له شوف انت لو اعتمدت على قوتك ولو فعلا استغليت قوتك دي واظهرت نفسك للناس وبقيت الحاكم كده،
شوف الناس هتسقف لك ازاي، شوف الناس هتحبك ازاي وهتشتهر ازاي. حتى كل الناس اللي ما كانوش بيدولك اي اهتمام دلوقتي انت هتكون المين بوس او الشخص الاساسي بتاعهم. وصلنا للنقطة ان كل العالم، كل اللي حوالين، كل المدينة او البلد بتاعت موب لغاية دلوقتي دماغهم مغسولة 100%، كلهم بيؤمنوا بالبروكلية دي وبإيكابو، ولكن الوحيد اللي كان لسه دماغه مش مغسولة هو موب نفسه. ومن هنا اتفتح المجال للصراع الجميل جدا ما بين إيكابو وموب، صراع الأصدقاء، صراع القناعات، صراع الأهداف، نوعا ما صراع كبير ما بين موب وإيكابو. إيكابو كان باصص ان هو لازم يستغل قوته ولازم يستخدم قوته في حكم الناس وانه يشتهر وانه يصلح من العالم وكل الكلام اللي قاله، ولكن موب كان العكس تماما. موب كان بيشوف ان هو مش لازم يعتمد على قوته لان حرفيا دي عائق كبير، هو بكل بساطة عايز يستخدم عقله، عايز يعيش حياة طبيعية، عايز يكون علاقات طبيعية، مش عايز يستخدم قوته خالص. ده انعكس على القتال ما بينهم اللي كان نوعا ما في صالح إيكابو طول الوقت، لانه ببساطة موب ما كانش عايز يقتل إيكابو، ما كانش عايز يدمره، هو ببساطة كان بيستخدم شوية من قوته بس اتجاه إيكابو. ولكن مع ذلك إيكابو شفنا ان هو تطور وبقى بقوة خرافية جدا جدا، تقريبا هو اقوى خصم الموب لغاية دلوقتي. في بداية القتال شفنا ان النسبة او العداد بتاع موب عمال يتزايد وهيوصل ل100%، وخلاص وصلنا لاخر الحلقة الخامسة، كلنا متحمسين وعلى اساس انه هيوصل لمستوى ال100% وهيفجر الدنيا ويبدأ القتال الاسطوري ما بين إيكابو وموب. ولكن كلنا اتصدمنا وشفنا الشيء المختلف جدا. موب يا جماعة من الاول خالص واضح ان هو الشخصية اللي مش عايز يعتمد على قوته، الشخصية اللي عايز يغير العالم وعايز يبقى مختلف فقط كشخص كإنسان مش كشخص روحاني قوي. فبالتالي كلنا انصدمنا حرفيا بحقيقة ان هو فجر القوة بتاعته، حرفيا فجر نفسه زي البالونة كده عشان يطير كل القوة الروحانية بتاعته، ودلوقتي هو زيرو، هو بدل ما يروح للمية في المية وصل لزيرو بيرسنت. دلوقتي موب ما عندوش اي قوة، ولكن هو ببساطة زي ما قال عمل كده عشان يقدر يتحاور ويناقش إيكابو بشكل صريح بقى من غير عائق القوة. شفنا فعلا ان حاجة زي كده نفعت جدا 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 وغيرت من طريقة تفكير إيكابو وخلاه يغير قناعاته ويعرف اصلا ايه هدفه من الحياة وهو كان عايز يعمل ايه، وبدأ يصرح نفسه. وشفنا ان هو في الاول نوعا ما كان عايز يستغل موب في اللقاء الاول اللي شفناه في سيزون 1، عايز يستغله عشان يقدر يحقق اهدافه، ولكن هو بيقول ان في خلال الرحلة دي كلها انا بدأت احس بحاجات غريبة، بدأت احس ان انا متعلق بشكل او باخر مع الشخص ده اللي هو شيجايو او موب. في ناس ممكن تقول نوعا ما ان التحول بتاع إيكابو نوعا ما كان سريع جدا، ازاي يقلب قناعاته كده، ولكن التحول ده خلينا اقول ان هو ما كانش مبني على الموقف ده بس، ده كان مبني على تراكمات كتيرة من بداية الموسم الاول اصلا، لان هو تم كشف إيكابو كان عايز يعمل ايه كده. عرفنا ان إيكابو من البداية كان بيستغل موب، ولكن في نفس الوقت كان بيبدأ يفكر وما كانش عارف ايه هدفه في الحياة هو كمان. ولكن بعد ما وصل للنقطة دي وبعد البلاوي والمصايب اللي عملها والنقطة ان هو خلاص خطوتين وهيبقى الحاكم بجد، هو عارف ان هو لغاية دلوقتي مش عارف هو عايز يعمل ايه ولسه فيه فراغ جواه. ولكن اول ما اتكلم مع موب عارف ان هو كان كل الوقت ده بيبحث عن صديق. ومن هنا بقى بدأنا نشوف اللقطات اللي هنتذكر بيها موب سايكو، اللقطات الايقونية جدا اللي هتميز الموسم الثالث عن اي موسم شفناه في موب. شفنا بقى بعد ما إيكابو وموب خلاص اتصالحوا وإيكابو عارف هو عايز يعمل ايه في حياته ونوعا ما خلاص دلوقتي الدنيا بيس، شفنا ان برضو لسه موجود السايكيك هيد او اللي هو الحاكم الاساسي. شفنا ان شجرة البروكلي هي لوحديها امتصت كل القوى الإيمانية والروحانية بتاعت كل الناس اللي حواليه وكونت الحاكم لوحديها. من هنا بقى بدأنا نشوف اللقطات الجميلة جدا، بدأنا نشوف إيكابو وهو بيقاتل. يا جماعة حرفيا الانيميشن في اللقطات دي كان مستوى تاني خالص، حرفيا اللقطات السايكو جدا الغريبة جدا اللي حرفيا تشوفوا يا جماعة اللقطات دي، يعني في صداع بيحصل، في حاجات مثيرة جدا بتحصل. حرفيا انتاج موب سايكو في ليفل تاني، ستوديو بونز عمل مجهود جبار جدا، ده واضح جدا لان زي ما قالوا في البداية ان هم خلصوا السيزون اصلا، يعني هم مش بيعملوا الحلقات، هم خلصوه فبالتالي انتجوه باحسن طريقة ممكنة، ولكن عمالين يطوروه كل شوية، فبالتالي دي النتيجة اللي شفناها وفعلا النتيجة تستحق كل المجهود ده. شفنا بقى اللقطة الحزينة اللي نوعا ما فيها مشاعر كبيرة جدا، فيها تختيم شخصية إيكابو. واو حرفيا اللقطة دي لقطة من اهم اللقطات في الرحلة القصصية بتاعت موب سايكو،
دلوقتي خلاص شخصية إيكابو الشبح الظريف اللطيف اللي كان بأهداف مختلفة، دلوقتي خلاص الشخصية دي اتختمت معانا في الحلقة دي. شفنا حرفيا انه خلاص ضحى بنفسه وخلى كل الناس تفقد الذاكرة وغسل دماغ موب في اللحظة دي. اللحظة دي اول مرة إيكابو الخرافي ده يغسل دماغ موب، قال له انت لازم تقوم وتمشي وترجع للمنزل، وكمان خلاه ينسى ايه اللي حصل وخلاه يشوف شكله الحقيقي اللي هو الشبح ده. موب كان شايف الشبح إيكابو العادي، ومن هنا إيكابو خلاص ضحى بنفسه عشان ينقذ العالم وينقذ موب. في الاول حرفيا شفنا ان هو شال الشجرة زي ما كان موب عايز يعمل، شال الشجرة اللي كانت نوعا ما سبب كبير في المشاكل اللي ظهرت دي، شالها وداها للفضاء او رماها في البحر ما نعرفش، ولكن المهم ان هو خلاص كل اللي حصل ده انتهى. إيكابو خلاص نوعا ما انتهى حرفيا، وشفنا ان كل الناس حرفيا ناسيين ايه اللي حصل، حتى موب نفسه مش عارف إيكابو عمل ايه، ولكن شفناه قاعد بيعيط بالليل وهو حزين جدا وعارف ان إيكابو عمل حاجة ولكن هو مش قادر يفتكر هي ايه. بس بتخلص الحلقة من هنا، وحرفيا دي اول 6 حلقات لغاية دلوقتي نص الموسم، ولكن اتختمت شخصية من اهم شخصيات موب سايكو لغاية دلوقتي، واللي هي شخصية إيكابو. في اول موسمين اتعرفنا كتير على شخصية إيكابو وشخصية موب، وفي اول موسمين برضو حرفيا حبينا جدا شخصية ريجن، ونوعا ما اتختمت خلاص شخصية ريجن، عرفنا هو عايز يعمل ايه، مش محتاجين ارك جديد لشخصية ريجن او مش محتاجين تختيمة. هيكون حلو لو كان في لقطة نهائية كده، ولكن حرفيا شخصية ريجن اتوقع اتختمت في الموسم ده. دلوقتي الوحيد المتبقي ان هو يتختم ونركز عليه هو موب نفسه، وانا اتوقع ان 6 حلقات اللي باقية او باقي الموسم ده ما نعرفش، تقريبا 12 حلقة، باقي الحلقات هتركز بقى على موب وتختيم شخصية موب، وكده نكون ختمنا الانمي ده على الاخر. بس حرفيا المستوى اللي شفناه في موب سايكو كان مستوى مثير جدا، حاجة ما اعتقدش ان كنا بنشوفها كل فين وفين، ما كناش بنشوفها في اي انمي تاني. اللي قدمه موب سايكو كان مثير جدا جدا يا جماعة، من كل النواحي، من الناحية الانتاجية ومن الناحية الكتابية، لا وخليني اقول ان هو من الناحية الكتابية قبل الانتاجية اصلا. خلاص يا جماعة، لغاية دلوقتي حرفيا شخصية إيكابو تقريبا خلاص مات رسميا، ممكن يظهر بعدين ما نعرفش، ممكن وارد جدا ممكن يظهر، ولكن لو ظهر مش هتبقى مشكلة، لا عادي جدا. ولكن اعتقد ان لغاية دلوقتي خلاص اتختم وشخصيته اتختمت بشكل مثالي جدا، ولغاية دلوقتي اتوقع ان احنا مش هنشوف إيكابو تاني، وحرفيا الموت إيكابو او الانتهاء شخصية إيكابو في الفترة دي نوعا ما هي الوحيدة اللي هتخلينا بقى نوصل ل6 حلقات اللي جايين اللي موب هيختلف فيهم وهيتطور بشكل كبير فيهم، وهي نوعا ما العامل اللي هيخلي موب يتختم في الحلقات اللي جايه. وكده وصلنا للنقطه ان هو إيكابو تطور معانا من نقطه البدايه خالص اللي هو كان بيستغل الناس عشان نفسه، لغايه ما وصل للنقطه المضاده حرفيا واللي هو ضحى بنفسه عشان ينقذ العالم. شايفين التطور وصل من نقطه ايه لنقطه ايه؟ حرفيا هو ده اسلوب كتابه وان المحترف جدا الجميل جدا، اللي دايما يدينا حاجه مختلفه باسلوب مختلف ولكن حاجه عميقه وباسلوب كتابه رهيب جدا. متحمس جدا اعرف ايه اللي هيحصل مع موب في الحلقات اللي جايه، متحمس جدا اشوف تختيم الانمي ده هيكون ازاي، لان نوعا ما الختمه بتبقى صعبه جدا، والختمه بتبقى هي الاساس وبتبقى نوعا ما اللي فيها كل الحاجات اللي الكاتب لازم يحط المجهود فيها. فنوعا ما انا منتظر جدا اشوف وان بقى اسلوب تختيم وان هنعرفه في موب سايكو، نوعا ممكن يدينا انطباع عن تختيم وان بانش مان واسلوب كتابته، فانا منتظر جدا اعرف ازاي هيختم موب سايكو. ولكن اوفر اول اللي قدمه موب سايكو لغايه دلوقتي شخصيات جميله جدا، قدم لنا شخصيه موب شخصيه مش اعتياديه خالص، شخصيه مثيره جدا في عالم الشونن، شخص مش عايز يبقى قوي ببساطة وعايز يبقى انسان طبيعي، شخص مختلف جدا ومليان بالحاجات الجميلة، ومن خلال رحلته كلها في كل المواسم اتعلمنا معاه حاجات كتير وشفنا قصص جميلة جدا. فلا موب سايكو حرفيا من افضل الانميات، ولذلك انا بقول ان هو تقريبا اكتر انمي مميز في الموسم ده لغاية دلوقتي. لما اقول ان هو مميز انا ما بقللش من شينسو مان او بليتش او ماي هيرو اكاديميا، مش بقول ان هما تحت موب سايكو، ولكن لما نشوف كل حاجة لغاية دلوقتي هنشوف ان موب سايكو اللي قدمه نوعا ما فريد جدا ومميز جدا، فبالتالي اقدر اقول ان هو اكتر انمي مميز، او على الاقل اكتر انمي عرض لي
لينا حاجة مميزة لغاية دلوقتي. استني رأيكم في الكومنتات، ايه رأيكم؟ هل بتوافقوني الرأي ان فعلا موب سايكو جميل جدا واللي شفناه في اخر كام حلقة كان مثير جدا كتابيا وانتاجيا، ولا ايه رأيكم؟ هل عندكم حاجة مختلفة؟ هل انتوا شايفينه من وجهة نظر تانية؟ هل شايفين شخصيتكم هترجع مع الوقت ولا خلاص هو مات دلوقتي؟ كل التساؤلات دي حرفيا بحب نقاشاتها تحت في الكومنتات، مستني رأيكم كلكم. ولو انت لسه مش مشترك معانا احب اقولك ان احنا بنراجع كل الانميات اول باول، بنراجع مانجا وان بانش مان، بنراجع موب سايكو، بنراجع كل الانميات الموسم دلوقتي، فالموضوع هيعجبك جدا باذن الله. فما تنسوش لايك سبسكرايب شير، كل الكلام ده بيفرق جدا يا جماعه. وبس يا جماعه، كان معاكم نرد الانمي.